في قصيدة أسميتها الرضاب الحلي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها أبياتا. يعني خفقات قلبي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست كوجد الصب بين الخرد، خفقاته قدسية وشذية في ذات أحمد، كالأريج من الندي قلبي سباه التيم، ليس لغادة كلا ولا وجد لرسم المعهد، تبا لذي الأطلال لست جميلها وكذاك لست بقيسها المتفنن. الله أكبر، جميل. بل ساق قلبي بالوجيب صبابة خفقت بها كجناح طير الهدهد، لما وقفت على البشير بوصفه كالبدر لا حسناه حين المولد، شمس بطلعته على كل الدنا وهلال صفحته كفلك، أو قدي قمر أطل ببسمة نبوية غراء كالزهر النضير الأورد، هذا غرامي لا يضن معينه في حب طه، لا يشح بمولدي حياك يا طه بمكة تربها، والجذع حن إلى النبي الأمجد، والماء سبح من أصابعه حلا يجري رخاء عاشقا نور يدي عذبا، مقالته فذاك رضابها صفوا كشأن السلسبيل الأشهد، يا مولد النور البهي سناؤكم منه استعار التبر لون العسجد، وثنية كانت تعج بكفرها جهلا في ليل بهيم أربدي، كانت على الأصنام تصنع دينها ويسوسها للكفر كل معربدي، فأتى رسول الله بارقة الهدى فاستبدلوا باللاتي باب المسجد. يا للروعة، شكرا. باب المسجد يا للروعة، يا للروعة. جزاك الله خيرا شيخنا.